بحلقة اليوم بدنا نحكي شو لازم نعمل بعد رمضان. أول شيء لازم نرجع للروتين تدريجياً. ما ننسى أهم شيء أنه ناخد ترويقة الصبح تكون الترويقة صحية. الوجبات لازم ناخد عدة وجبات تكون الكميات قليلة بكل وجبة. الناس اللي بتدخن وبتشرب قهوة انتبهوا ما ترجعوا تاخدوا الدخان والقهوة على الريق. كمان ما نكتر كتير كميات شاي وقهوة. أهم شيء على العيد ما نكتر حلويات العيد، فينا ننبسط وناخد بس بكميات قليلة. كمان ننتبه للمقالي والأكلات الدسمة، كمان هيدول أهم شيء انتبهولن. وكل رمضان وانتم بخير وينعاد على الجميع.